الجاسترو اسوفاجيال ماسكل ديزيز سؤال نظري هام، سؤال نظري هام وسؤال طبعا شفوي شهير اسمه جاسترو اسوفاجيال ماسكل. بصراحه انا دي اول حته عليها قيمه في الايه في الجي اي تي عموما، يعني بعد ما خلصنا الليفر بدانا الجي اي تي امبارح. يمكن اهم حته هنتكلم فيها النهارده او هنتكلم فيها موضوع مهم فعلا هو كان سؤال السنه اللي فاتت عند الدهوات، اللي هو عباره عن جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز او الاختصار المشهور جدا اللي هو كلمه جيرد. هو عباره عن ايه؟ هو ريفلكس اوف جاستريك كونتنت ان تو لور اسوفاجس، يعني الحاجات اللي في الاستومك رجعت تاني للاسوفاجس. حتى الكلمه العربي يقول لك ارتجاع المريء. ارتجاع المريء يعني ايه؟ يعني الكونتنس اللي موجوده في الاستومك دي عماله ترجع للور بارت اوف اسوفاجس. هو يا دكتور المفروض ما فيش حاجة من الاستومك ترجع للاسوفاجس. ليه المفروض ما فيش حاجة من الاستومك ترجع للاسوفاجس؟ عشان عندنا هنا ايه؟ عندنا هنا حاجة اسمها اللور اسوفاجيال سفنكتر، الكاردياك سفنكتر ده. الحاجة الثانية لو فرضا يعني لو فرضا في حاجة حابت ترجع كده، أي حاجة حابت ترجع كده، احنا عندنا هنا في بريستالسيس لمين؟ لهذا الاسوفاجس. قلنا ماسكولار تيوب فممكن يعمل بريستالسيس وينزلها بسرعه. كمان حاجه لو حصل مثلا ان احنا عندنا احنا كلنا الاكل بيقعد في الاسوفاجس ساعه او ساعتين، بعد كده يحصل ايه؟ يحصل امتنج بسرعه، يبدا يرجع هنا تاني. يعني بيحصل ايرلي او رابيد امتنج اوف ذا ستومك عشان ما يخليش فيه حاجات كتيره عشان ترجع. ايه كمان؟ ايه كمان؟ يعني ايه الحاجات؟ ايه الفاكتورز اللي تمنع هذا الريفلكس؟ الفاكتورز اللي تمنع الريفلكس هم اربع حاجات. اربع حاجات مشهوره يعني. ان احنا عندنا اللور اوسوفاجيال سفنكتر شغال. ان احنا عندنا بريستالسيس في الاستوم في الاوسوفاجس. ان احنا عندنا سلايفا. انت كل شويه بتبلع عينك. والسلايفا دي اصلا حاجه الكرايم، فهي بتعادل الايه؟ اي حاجه اسيدك بتيجي هنا. وان احنا كمان عندنا امتنج اوف الاستومك، وانت في امتنج بقى ما يكون الاستومك بتفضي، يعني ما فيش فيها حاجات قاعده كتير، ففرصه ان حاجه ترجع ده ما بيحصلش. برضه في حاجه كمان الناس تقولها، تقول لك برضه يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الفتحه دي مش كده، يعني لو كان الاستومك اهي والفتحه بتاعت الاستومك اتمدت قالت كده شويه. واخده زاويه كده شويه. الزاويه دي ايه؟ اصل لما تبقى نازله ستريت كده رسمه الشيء اللي احنا بنعملها ممكن اي حاجه ترجع بسهوله، لكن لما تبقى الزاويه كده تبقى عامله زي فلان عشان الحاجه ترجع محتاجه لفه شويه، فده مش بيحصل، ده كبروتكتيف ميكانيزم. طيب اي حد مننا معرض ان يحصل له ريفلكس، وعلى فكره كلنا حصل لنا ريفلكس بعد اكله جامده اكلت ونمت على طول. هيحصل لك ريفلكس بس هيحصل لك ايه؟ مرة مرتين ثلاثة في السنة. لكن اللي أقصد بيه كلمة جاسترو اسوفاجيال ريفلكس وهعالجه اللي هو اللور بارت اوف اسوفاجس بتاعه الميوكوزا دي بتتعرض لوقت طويل لهذا الاتش تي ال. يعني لازم تبقى فور برونج تايم، مش انت مثلا ايه؟ اصل واحد يقول لي يا دكتور ده خلايا كده من اسبوع كانت اكله جامده وبعدين حسيت ان انا بحموضه، ايه يعني؟ مش مره واحده خلصنا فضلت ولا يهمك حاجه، لا عارف ايه اللي حصل في المره دي؟ شويه اتش سي ال طلعوا هنا، لكن البريستالسيس بتاعت الاسوفاجس والسلايفا عملوها نيوتراليزيشن والامور اتحسنت ولا كان في اي حاجه. يبقى دول ما تعتبروش مريض. ما نقولش جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز الا اذا كان في بيرزيستنت اكسبوجر اوف ميوكوزا اوف اسوفاجس تو اتش سي ال. لازم تبقى الموضوع ايه؟ لازم يبقى فترة طويلة، لازم يبقى بريزيستنت كونديشن واضحة؟ طيب لما نيجي نقول الايديولوجي او الفاكتورز اللي هتؤدي الى جاسترو اسوفاجيال ريفلكس. واحد لما بيحصل امبروفر ريلاكسيشن او كونتراكشن اوف لور اسوفاجيال سفنكتر ديورنج لاينج فات. انت دلوقتي جبت نام فلان المفروض عشان الاتش سي ال ما يرجعش ايه اللي يحصل في الاسوفاجس في اللور اسوفاجيال سفنكتر؟ يقفل كويس. في ناس يبقى في امبروفر كلوجر او اوبننج يعني مش عارف يظبط نفسه كويس، وده على فكره عامل مهم جدا. ما هو انت نمت فلات بالافكت اوف جرافيتي ممكن شويه اتش سي ال ايه؟ يرجعوا. ودوت بيقول لك حاجه، الناس اللي عندهم ارتجاع دايما دايما الدكاتره ينصحوهم لما تيجي تنام عليه مسكات عشان تمنع ايه؟ الافكت اوف جرافيتي. حاجه
تاني حاجة increasing in intra-abdominal pressure، والمعنى واضح جدا. على فكرة هو الانترابدومينال بريشر اصلا عالي جدا، عالي جدا. ان شاء الله لما تبقوا كده امتياز او تبقوا ان شاء الله تدخل كده في العمليات، لو انت امتياز في الحالات بتدخل عمليه او اثنين او ثلاثه على حظك كده تدخل مثلا عمليه سبينكتومي ولا حاجه، فتلقى راح بقى فتح هنا او ساعات يفتح فتح هنا، وبعدين بجد مش هتفضل المنظر ده ابدا. هو الابدومين بيعمل ريتراكتور يعني حاجه تفتح كده، هو خلص خلاص العمليه وشال الطحال وكل حاجه. المفروض ان هو شال الطحال يعني يبقى في فراغ، صح ولا لا؟ يجي انا لا ابالي وافتكرني يقعد نص ساعه الى ساعه بيعمل حاجه واحده عمال يدخل الكونتنس. انت عارف الكونتنس عارف عايز تعمل ازاي؟ هتطلع لبره كده لان البريشر جوه ايه؟ عالي، عايز تطلع لبره. يعني انا عايز اقول لك ان الانترا ابدومينال بريشر من غير حاجه ايه؟ عالي، هو عالي. هيجي لك واحد في الاستقبال واخد مطوه وتلاقي شايل الاستومك كده عليه، شايل الاستومك كمان، تقول طب هي طلعت، طب هي فرحت هنا، طلعت عشان البريشر عالي. هذا البريشر العالي قادر ان هو يزق الايه؟ يزق الاتش سي ال اللي فوق في البريشر جريد ده، فاهم ولا لا؟ يبقى مع زياده الانترا يعني انت البريشر عالي اهو، بس ربنا عامل لك هنا سفنكتر، طب البريشر بقى عالي قوي ممكن يعدي هذا الاسفنكتر ويبدا يحصل هذا الريفلكس. يبقى increasing in intra abdominal pressure. طب قولوا لي امثله لزياده الانترا ابدومينال بريشر. pregnancy ها مش كده ولا ايه؟ ها اسايتس ها ايه كمان؟ obesity ها عشان كده دايما ننصح الناس نقول لهم ايه؟ لازم تخسوا. اللي عنده ارتجاع نقول له ايه؟ هو حد اوبيز لازم تقول له خس شويه. كمان اقول لك حاجه من الحاجات اللي كانت مشهوره زمان مش دلوقتي قوي، يعني في حاجه اسمها تايت كلوزز، بس مش تايت كلوزز يعني حزام ضيق شويه، لا كان زمان الستات زمان يعني في الستينات ولا حاجه كان في حاجه اسمها كورسيه. الكورسيه ده كانت تيجي كده طبعا يعني في اوروبا اكتر، كانت تيجي تربط عارف تقعد تشد لغايه لما ايه؟ لما تدخل في سيلوزز، لو تخيل يحصل لها خلاص تقفل على الدفان كمان. تزود الانترا ابدومينال بريشر جدا 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 في هذا الكورسيه، وكان يزود ده من ضمن الفاكتورز الشهيره قوي اللي بترفع هذا البريشر وتؤدي الى هذا الجرح. ها فدي زياده الانترا ابدومينال بريشر. يبقى اول حاجه امبروفر السفنكتر، في حاجه في السفنكتر. ثاني حاجه انكريزنج الانترا ابدومينال بريشر. ثالث حاجه هيئتس هيرنيا، ويلا نقولها بالمره. ايه هيئتس هيرنيا؟ ايه هيئتس هيرنيا؟ اسمها ايه اصلا بالعربي؟ بالعربي فتح الحجاب الحاجز. ها فتح الحجاب الحاجز يبقى اسمها ايه؟ اسمها هيئتس هيرنيا. ايه اللي بيحصل؟ عارفين الاسوفجس نازل في الدايفرانكل وهو نازل ليه فتحه، حلو كده؟ الفتحه دي يا دوبك على قد وقفله ماشي؟ مرات الفتحه دي توسع شويه فجزء من الاستومك ده يطلع لفوق. جزء من الاستومك يطلع ليه؟ يطلع لفوق هنا. لما جزء من الاستومك ده بيطلع لفوق هنا دي اسمها هيئتس هيرنيا. وهذا النوع الجزء ده اتحلق وطلع لفوق، بيسموه سلايدنج هيئتس هيرنيا. سلايدنج يعني حته اتزحلقت وطلعت لفوق. في نوع تاني نادر شويه، ايه اللي يحصل؟ الفتحه وسعت فجزء من هنا طلع وجت حته من الفنطس راحت طالعه معاه. متخيل؟ يعني الفتحه بقت واسعه قوي. يبقى مين اللي طلع فوق؟ جزء من الاستومك وجاب جنبيها رولينج، لزقت فيها جزء من الفنطس وطلع معانا هنا، فده اسمه رولينج هيئتس هيرنيا. سواء كانت كده او كانت كده، الهيئتس هيرنيا لوحدها ما تعملش ارتجاع، لكنها تساعد. يعني تساعد يعني مثلا هو عنده زياده في البريشر مع شويه هيئتس هيرنيا، مش عارف تكتبوا ايه مكتوبه بعدين هيئتس هيرنيا بنوعيها، اللي هو يبقى عنده سلايدنج او رولينج او الاثنين مع بعض. الفكره ان دي من ضمن الفاكتورز اللي بتساعد في مين؟ في ارتجاع المريض. ايه كمان يا دكتور؟ ايه كمان؟ اسمع لي، اسمع لي، ديليت جاستريك امبيدنج. وعايز حد يشرحها لي. الاستومك ساعات يحصل حاجه مع الدايبيتيك بيشنتس كده اسمها جاسترو باريسز دايبيتيكورم. جاسترو ستومك باريسز ضعف. دايبيتيكورم ده الدلع بتاع مين؟ يعني السكر اثر على الفيجاس على الاوتونوميك نيرفس سيستم، فاثر على الامبيدنج اوف ذا ستومك، فبالتالي الاكل قاعد هنا اكيد لما يقعد هنا كتير ممكن شويه ايه؟ يطلعوا كده فوق شويه ممكن،
أو واحد عنده pyloric obstruction، طب هيودي فين؟ هيودي فين؟ ما هو ده يساعد أيضا في الإيه؟ في حدوث ارتجاع المريء. يبقى لو حصل عندي delayed stomach emptying أو disturbed peristalsis of esophagus. هو الأسوفجاس مهم إنه يعمل باريستالسيس صح ولا لا؟ طب لو في مشكلة في الباريستالسيس بتاعته ما ده بيدي فرصة إيه؟ ها بيدي فرصة ها إن الكونتينس دي ممكن تطلع لفوق. إيه كمان؟ دايتري فاكتورز، دايتري فاكتورز أو انفيرومنتال فاكتورز، ها الشاي والقهوة، النسكافيه اللي هو الموضة اللي بقى لها 10 سنين، كل دلوقتي تلاقي الطالب اللي بيطلب لك بشرب 5 نسكافيه في اليوم مثلا يعني. ها النسكافيه ده أو الشوكليت، الحاجات دي بتقلل الفوق بتاع اللور اسوفجيال سفنكتر، يعني اجريفيت الايه؟ اجريفيت الجرد. عشان كده اي حد عنده جرد لازم تقول له لا تمنع الشاي او القهوه او تقللهم وتمنع الشغل تماما او الحاجات دي عشان تمنع. اذا عندي 6 فاكتورز مهمين جدا. 6 فاكتورز، سؤال ده مهم، عندي 6 فاكتورز هيعملوا هذه هيعملوا هذا الجرد. جاسترو اسوفجيال ريفلكس ديزيز، واحد improver action of lower esophageal sphincter اللي هو عايز يبقى كويس ويفتح كويس during the lying effect. ده نمبر 1. نمبر 2 increasing the intra-abdominal pressure والامثله tight colosis, ascites, obesity, pregnancy. نمبر 3 هيبقى ثانيه which help in جرد لكن هي مش سبب اساسي. 4 delayed emptying of the stomach. 5 disturbed peristalsis of the esophagus. و 6 dietary and environmental factors الاكل وغيره. يعني بدل مش المفروض دلوقتي اللي هو بيعمل كده، يعني في حاجه المصل بتاعته شغال عمال يزق تحت. افرض جه مثلا مرض في مشكله في الاعصاب ولا حاجه فهو مش عارف ينزل. في مثلا حصل فيه كروز، حصل فيه اي حاجه، في تيوب مش عارف ينزل اللي فيه، فالاكل يفضل ايه؟ فهو مش عارف يفضي. يعني طبيعي بقول لك انت في اليوم ممكن يرجع لك كده شويه بس مين ينزله بسرعه؟ هذا الاسوفجس، وبالتالي هيبقى عنده بيرزستنت ريفلكس. ماشي؟ كلينيكال فيتشر، واحد عنده ريفلكس بنقسم الحاجات بتاعته او الكلينيكال فيتشر بتاعته الى حاجات ريليتد للاسوفجس وحاجات بره الاسوفجس. اولا كاسوفجس، واحد عنده جيرد، ايه الشكوى الرئيسيه؟ كلهم عارفين هارت بيرد. هارت بيرد يعني ايه؟ يقول لك يا دكتور انا بعد الاكل كده بحس يا دكتور نار هنا او حرقان هنا. هو ايه اللي بيحصل؟ ال HCL بيرجع للاسوفجس. ربنا لما خلقنا جعل الابيثيليوم بتاع الاستومك ده كلها من الابيثيليوم، وفي طبقه من الميوكس اللي كده، وفي حاجه اسمها بايكربونيت وبروستا جلاندس عماله تحمي مين؟ عماله تحمي الاستومك. لكن هنا مبطن بيه وتركه ستراتيفايد. هو على فكره الحكمه ليه ستراتيفايد؟ عشان يزرق لك، عشان الاكل ينزل بسرعه، ما يبقاش حاجه كولابلر يعلق فيها يعني. ها فبالتالي هذا الاسوفجس مش متعود على الاتش سي اي، واصلا مش مؤهل ان هو يحصل له ايه؟ ان هو يجي له اتش سي ال متكامل، ما ينفعش. ها علشان كده هو وانس ان الاتش سي ال رجع هنا يبقى عنده سيفير هارت بيرن. وساعات يقول لك يا دكتور انا السلايفيشن كتير، دي اسمها ووتر براش. ووتر براش ليه؟ ما هو يعني كمان ايه؟ مش قادر يبلع عينه، عنده ديسفيجيا وعنده اودينوفيجيا. ايه سببهم؟ هو الريفلكس ده لما حصل هنا مش عمل هنا التهاب؟ عمل اوسوفيجايتس. هذه الاوسوفيجايتس يجي يبلع، ايه اللي بيحصل وهو بيبلع؟ يتعذب اصلا. ما هو الحاجه معديه من هنا والحته دي سيستم، هتيجي تعدي يتعذب، يقول لك انا مش واكل. عشان كده الناس ممكن لو الموضوع كتير يعني بقاله فتره طويله يحصل لهم انيميا، هيحصل لهم ويت لوس. فاهم ولا لا؟ يبقى على مستوى الاسوفجس هيشتكي من هارت بيرن، ودي الشكوى الرئيسيه، ويشتكي من ووتر براش، يقول لك السلايفا هتبقى كتيره. ها يشتكي من ديسفيجيا، يشتكي من اودينوفيجيا. قلنا ديسفيجيا ديفيكالت سوالوينج، ها اودينوفيجيا بينفول سوالوينج. كمان ممكن يحصل له حاجه، يحصل له ايه؟ عشان ال HCL عمال يرجع هنا يحصل يعني الاسوفجس زي جلد غير انه يحصل فيه التهاب وكده، يحصل فيه سبازم اسوفجيال سبازم، يجي للعيان سيفير تشيست بين. ها سيفير تشيست بين بس هنا على فكره بيكون اتيبيكال تشيست بين. ها اتيبيكال تشيست بين. طيب كاكسترا اسوفجيال يحصل ايه؟ يحصل ان ممكن الكونتنت دي ترجع كده، ترجع كده تطلع لفوق لمستوى عالي شويه، خاصة هو نايم بقى. لو نزلت على اللاركس هتعمل الجايز،
تنزل على التراكيا وتنزل على البرونكيال تري، تعمل الكف. وعلى فكره الكف ده هيبقى اكسترا تراس الكف، وهتعمل برونكيال ازمه. وانا قلت لكم حاجه قبل كده، لما حد يجي عنده كرونيك كف فانت تفكر في الاسباب بتاعت التشست، عنده سي او بي دي، بيشرب سجاير، مش عارف ايه ازمه، الكلام ده لازم تفكر يكون السبب من بره. ممكن يكون جلد، ممكن يكون السبب جلد، والجلد يؤدي الى كرونيك كف اند ميجر سيفير برونكيال ازمه. ايه رايك بقى؟ ممكن يعمل نمونيا على فكره لو الموضوع كبير قوي وحصل اسبيريشنز الكونتنت كتيره، ممكن تؤدي الى نمونيا. تمام؟ لما يرجع كده تاني ويرجع للماوس وللاركس يعمل لارنجايتس، ممكن يجي على الفوكال كورنز، وده عند دوت مع الوقت بقى يحصل له هورسنس اوف فويس وصوته بدا يتغير. تقول لي الجلد بيعمل كده؟ اه والله. يرجع على الماوس ويجي على الدروس اللي ورا دي، ها، وتلاقي لونها بقى اصفر. ممكن كمان الاتش سي ال بيبدا ياكل فينا شويه، ممكن يحصل له دنتال كيرس. متخيل؟ متخيل؟ عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك مريض الجرد ده ممكن يروح لدكتور السنان، ويروح لدكتور القلب، يروح لدكتور التشيست طبعا، وبيروح كمان لدكتور اليونيتي. يلا ترجمها لي بقى، او ما اعرفش الجاي دي، ترجمها لي يلا. ها ترجمها لي، يروح لدكتور السنان ليه؟ عشان دنتال كيرس، ها، مضاد السنان اللي جوه فيها حاجه، يروح لدكتور اليونيتي ليه؟ عشان اللاركس بقى والهورسنس اوف فويس والكلام ده، يروح لدكتور التشست ليه؟ عنده برونكيال اسما وعنده كف ومش لاقي لها سبب، يروح لدكتور القلب ليه؟ عنده اتيتيك التشست مين؟ فدي كلها حاجات. وفي الاخر بقى لما يفكر ان هو حد يقول له طب انت، وعلى فكره الدكاتره التانيين بيتجاهلوا حاجه اسمها جيرد، بيتجاهلوها مع انها حاجه مهمه، حاجه مهمه وكتيره جدا. بصوا حاجه كتيره جدا جدا جدا، لان اولا الاوبستي زادت قوي، دي حاجه. العادات السيئه في الاكل انك تاكل وتنادي، كلنا بنعمل كده. مين ما بيعملش كده؟ كله بيعمل كده، صح ولا لا؟ كمان من حاجات الشوكليت، يعني زمان تعرف زمان الشوكليت دي كانت في المناسبات، حتى لو واحد كان ايه يبقى في فرح ولا حاجه، ولا تبقى او مثلا في مناسبه ولا بتاع، يبقى في حاجات. دلوقتي الشوكليت ده حاجه عاديه جدا، النسكافيه بقى بالهبل، اي حد بيشرب، العيال الصغيره بتشرب نسكافيه، انت متخيل ولا لا؟ عشان كده في حاجات كتيره زودت مين؟ زودت الجلد. والدكاتره الاخرين اللي هم بره البطن او الجي تي، احنا كدكاتره البطن او الجي تي اول حاجه بنفكر فيها الجلد عشان عايز يعني، لكن هم اخر حاجه يفكروا فيها هي كلمه جلد، يقعد يلفف العين ويعمل اشعه على صدره وسي تي على صدره وبالمونتري فانكشن، وفي الاخر يطلع الجلد هو اللي عامل ايه؟ هو اللي عامل الشغلانه دي كلها. انتوا معايا ولا ايه؟ طيب مش فاهم ازاي هتعمل لا لا بص مش كده، انا ما قلتش كده، انا قلت ان البريستاسيس دي بتحمي الاتش تي ال ما يقعدش هنا كتير، فبالتالي مش عشان قلنا لازم يحصل بريزستنت اكسبوجر تو اتش تي ال، فالبريستاسيس بتنزل. طب ما عنديش بريستاسيس، ها؟ هتفضل قاعد هنا كتير. مش عارفاني نشيل الكلمه دي يا دكتور، هو ولد عايز بس، والله دي ولد عايز بس، مش عارفاني كلمه بريستاسيس اخطبي عليه. بصي اي حد مش عارف اي حاجه يجيبها، ولا بص ولا زعلان في اللحظه، والله العظيم، والله العظيم، ولا فرق، ولا فرق بالمرة، يا دكتور. كومبليكيشن، كومبليكيشن، يا دكتور بص يا جماعه، دكتور دلوقتي المفروض ان ايه؟ المفروض ان ايه؟ ان انا بقول لك ان ممكن احنا اي حد من عندنا الاتش تي ال يطلع كده شويه، البريستاتس دي بتوع صوره تنزلوش. طب واحد ما عندوش بريستاتس وهي طلعت حاجه تنزلها تحت، انت بصي شطاره كده. اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ انا بس مش بفتكر من كلمه ثانيه كتيره يعني. ماشي، ما هو ده مش كل حاجه، واحنا قلنا ده كل حاجه، وقلنا ده واحد من ضمن سته. ها انت فهمتوني؟ كومبليكيشنز اوف جيرد يحصل ايه؟ ها يحصل انيميا مين؟ انيميا مين؟ كذا حاجه، اولا هو اصلا كونه عمال يرجع هنا بيعمل اوستروجين، والاوستروجين ده ممكن يعمل ايروجن، والايروجن يقعد ينزل له نقطتين دم كل يوم بعد خمس سنين، يحصل له ها انيميا، ها عشان الكورنيك بلاد لوس اند ديتوشن ثاني، يحصل له بناين اوستروجين ستريكشر، يعني ايه؟ من كتر الانفلاميشن اللي حصل هنا، ها؟ يبقى يحصل فايبروزز، فممكن الفايبروزز يعني طبعا مش لازم اجابها يعني، يقرب اليوم من بعضه كده شويه من شويه تدريجا بس على خفيف، يدخل بالمزار يوسعها بسهوله يعني، حاجه بناين. ممكن يحصل ايه كمان؟ ممكن يحصل كلمه بقى، كلمه مهمه،
طبعا يحصل اوسوفاجايتس دي كلمه هبله، يحصل بارتس اوسوفاجاس، ودي الكلمه المهمه بارتس اوسوفاجاس. والله العظيم بنسيب في الاولى يقول لك يعني ايه يا ابني بارتس اوسوفاجاس. بص يا ولد، احنا قلنا ال اتش سي ال موجود في الاستومك، وربنا جعل الابيثيليا بتاع الاستومك خلانا الابيثيليا. بص بقى، لما ال اتش سي ال يقعد يرجع هنا لفتره طويله اصبح اللور اوسوفاجس معرض لمين؟ ل اتش سي ال. فكبروتكتيف ميكانيزم يتحول ايوه الاستراتيفايد سكويرس ابيثيليوم الى، ودي حاجه في الباثولوجي بيسموها ايه؟ بيسموها ايه؟ ميتابليزم. يعني ايه؟ يعني بيتحول الى نوع ثاني. طب ده حاجه حلوه ولا وحشه؟ 0.5% كارسينوجينيك. يعني ممكن يعمل ايه؟ يعني كل 200 واحد عندهم ريفلكس وحصل لهم هذا البارتس اوسوفاجس، واحد في كل 200 هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم كارسينوما. يبقى كارسينوما اللور ثيرد اوف اوسوفاجس تفسيرها او اشهر حاجه تعملها هذا البارتس اوسوفاجس. يبقى البارتس اوسوفاجس بيحصل ازاي؟ بيحصل ديسكريزيا او ميتابليزيا اوف لور اوسوفاجيال ابيثيليوم، ويتحول الى كيوبيكال او يتحول الى كولامنر ابيثيليوم. وده على فكره بيحصل من 10 ل 30% من الحالات، لكن المالينسي نسبه المالينسي فيها بتبقى 0.5%. ماشي كده الحال؟ يبقى ليه خطوره كلها. عشان كده اصل ايه، واحد يقول لك ايه المشكله؟ انا عنده جرد متضايق شويه، مش مشكله، مشكله لازم تعالج حاجه اسمها جرد. لازم تعالج هذا المريض عشان حتى تمنع مين؟ عشان تمنع ان هو يحصل له هذا. ده لوحده يعني مبرر انك تعالج هذه الحاله. يبقى كومبليكيشنز هتتحط مع الكلينيكال بيكتشر. لما يجي لك كلينيكال هو جسمه سؤال مفتوح جيرد كده، واخد بالك ب 10 درجات. فانت كده هتقول مع الكلينيكال بيكتشر كومبليكيشنز اللي هم زي ما تقول بقى اوسوفاجايتس، بارتس اوسوفاجس، بنين اوسوفاجيال سكريتشر، وانيميا عشان طبعا الكرونيك بلاد لوس. تمام؟ انفستيجيشنز. واحد يشتكي من هذا الهارت بيرن وانت شاكين ان هو عنده بيرن. والله في دكاتره كتير جدا جدا بيعالج من غير ما يعمل اي انفستيجيشنز ونمشي. طيب لو قلنا في فرق دايما اتعودتوا على الحته دي، في حاجه اسمها انفستيجيشنز وفي حاجه اسمها انفستيجيشن. هقول اول انفستيجيشن هعمل حاجه اسمها بي اتش مونيتورنج. فاكرين السيركا بتاعت امبارح؟ ندخل بالسيركا لغايه مين؟ الاوسوفاجس ده. ونشوف البي اتش عامل ايه؟ ونقعد نعملها كل شويه. يعني في اليوم يعني كل شويه، واخد بالك؟ او ساعات يعادوها هي بتدخل في نيزو جاستريك تيوب. زي ما بتقف هنا ويعادوها 24 ساعه، كل ساعه يجي، كل ساعه يجي، كل ساعه يجي. حد فاهم حاجه؟ لما الاقي هنا البي اتش على طول اسيدت، فهمت ايه؟ ده اكيد عنده ايه؟ ودي لو جات لك ام سي كيو، لو جات لك ام سي كيو احسن انفستيجيشن، احسن انفستيجيشن فور دايجنوزس اوف جيرد هتختار مين؟ بي اتش مونيتورنج. طب يلا نرغي بقى، نرغي. لو قلنا انفستيجيشنز تحبوا تعملوا له ابر اندوسكوبي؟ طبعا هيعمل لك ايه الابر اندوسكوبي؟ والله هدخل في الاوسوفاجس واشوف اللور ثيرد ده، اشوف اللور ثيرد ده، واشوف الميوكوزا بتاعته اخبارها ايه؟ ده انا حتى لو شكيت ان هو عنده الميوكوزا بتاعته هنا متغيره وشكيت ان في بارتس اوسوفاجس اخد منها بايوبسي واخدها احللها اشوف الابيثيليا بقى نوعه ايه؟ صح ولا لا؟ ممكن كمان لو فيها هيبتس هيرنيا ولا حاجه ممكن اشوفها. وحطوا له على فكره جايد لاين، قال لك لو واحد هو عنده جلد وخلاص وعنده مستمر بقاله سنوات طويله من سنتين لثلاثه لازم تاخد له بايوبسي. لو واحد اوريدي دخل في بارتس اوسوفاجس وانت خايف ان يتحول الى مالجنسي كل 12 شهر لازم تاخد له بايوبسي. جايد لاين بيقول كده. اعمل له ايه كمان؟ تعمل له ايه كمان؟ تعمل له مانومتري. ايه المانومتري؟ قلنا سيركو بيدخل هنا ويقيس البريشر. البريشر هنا عامل ايه؟ قليل؟ عالي. عالي يلا عالي ليه؟ احنا قلنا في الاكاليزيا البريشر كان عامل ايه؟ عالي، لكن هنا دي عكس الاكاليزيا، هذا البريشر هنا قليل لان العمليه اكتب جنبها ديكريز بريشر. يبقى المانومتري هتلاقي فيها ديكريز بريشر. في حاجه ما بتتعملش دلوقتي هتكتبها اسم فقط اللي هي الباريوم سوال. الباريوم سوال او الباريوم ميل طبعا ما بتتعملش دلوقتي ولا حد بيعملها. هي الباريوم طبعا خلاص ايه بعد المنظار والكلام ده. سوري البريشر قال لي شو هو ما بيعرفش يكتب كويس هنا؟ ممكن توسع كمان فالبريشر يبدا ايه؟
يعني يبدا يقل بس في الفكره عكس الاكاريتيا كان البريشر لازم يزيد ماشي تمام طيب ماشي تمام عشان السبب طيب خلاص بتقولي عالي ولا واطي البريشر قليل البريشر قليل ما هو حاجه لو قلت لو البريشر توسعت قال الرينج دي فلما وسعتها فالبريشر فيها قل خلاص يبقى دي انفستيجيشن سي بي اتش مونيتورنج ممكن تعمل مانومتري ممكن تعمل ابر اندوسكوبي وفاريال ستادي يبقى دي كلها انفستيجيشن حطيت ده بقى سي بي سي عشان الانيميا كلام ما يدورش ماشي يلا عادي بقى البريشر خاصه حاله ايه؟ حاله جلد يلا عادي يا بطل انا هعالجها ازاي؟ حاله جلد هتعالج ازاي؟ جنرال بصوا بقى في الجنرال النصائح مهمه جدا ايه النصائح المهمه؟ ما تملاش معدتك على الاخر كل وجبات كتيرة بس الكميات صغيرة لان كل ما يكون الاكل في الاستومك كتير فرصة الايه؟ الجلد ده كتير عشان تبدا الاستومك على الاخر هتودي فين؟ اكيد هيحصل لك كده مش كده؟ الحاجة الثانية ما تاكلش وتنام خلي في دايما مسافة بين ساعتين او تقول له ثلاث ساعات تاكل الساعة 7 اخر وجبة ليك تبقى الساعة 6 او 7 ونام بقى الساعة 10 الساعة 12 براحتك. نمرة ثلاثة امنع النسكافيه والشوكليت والحاجات دي. امنعها تماما. خس شويه ارفع المخدات ما تلبسش ملابس او حاجات ضيقه ما تلبسش حاجات ضيقه بلاش الكرسي ده دي كلها حاجات انت بتقعد تنصح دي كلها جنرال الحاجه الثانيه انا عايز اقلل هذا ال اتش سي ال في الاستومك فلما يقل في الاستومك اكيد الايفكت بتاعه على اللور اسوفجس هيقل طب هقلله ازاي؟ بحاجتين هنشرحهم تفصيلا دلوقتي حاجه اسمها اتش 2 بلوكر زي ما عارفين بقى سايمتيدين ورانيتيدين وفاموتيدين او حاجه اسمها بروتون بامب انهبيتور ناخدها تفصيلا دلوقتي اوميبرازول ولانسوبرازول وميتوبرازول دي كلها حاجات بروتون بامب انهبيتور بتقلل ال اتش سي ال فلما تقلل ال اتش سي ال على الاستومك اصلا فالافكت بتاعه على الاسوفجس هيبدا ايه؟ هيبدا يقل نمره ثلاثه ادي حاجات بروكاينيتك يعني ايه بروكاينيتك؟ يعني بتصلح الاكشن بتاع الباريستاس بتاعت الاسوفجس واللور اسوفجيال سبيكتر ودي دومبريدون اللي هو طبعا الموتيريوم ده طبعا اتسحب في السوق ولا موجود اللي موجود اللي اتسحب موتيريوم هم انا عارف ان هم سحبوا حاجه كلهم موجودين هم سحبوا لي اصلا ليه بقى؟ موجود موجود تسريب يعني ايه؟ لا بجد والله قالوا في مشكله ومش عارف ايه كارسينوجين وحاجات زي كده بس مش عارف يعني بس لسه موجود يعني موجود ايه ايه اللي مصر؟ والله لا انا عارف انه في العالم خلاص ما حدش بقى يستخدمه اصلا. وانا اصلا ما بديهوش كمان مش هكتبه. في كمان زيه الميتوبروبرامايد، الميتوبروبرامايد اللي هو البريبراند برضه نفس القصه بيصلح السبكتر يبقى دي كلها لاينز اوف تريتمنت وصلح السبب بقى لو في هيدرس هيرني ولا حاجه بيعملوا لها اوبريشن يبقى بصوا في اوبريشن كده انا طبعا مش خبير فيها مش بتاعتي يعني. لكن هم قالوا ايه فوائد راحه؟ ها قالوا ايه فوائد راحه؟ قال لك نعمل حاجه اسمها فانتوبلايزيشن الكلمه تنفذ مره فانتوبلايزيشن يعمل ايه بقى؟ يقول لك مش التون هنا السفنكتر ده بقى سايب بص يا باشا ندخل احنا ومواجهين الفاندر ده بص عليا بقى بص بص الفاندر ده كده ونلفه هنا حوالين الاسوفيلس ونعمل عقده ونرجعه كده تاني انا بقى هم قالوا كده فانتوبلايزيشن فاندر يعني الفاندر ده ناخده كده بعدين نلف هنا ونعمل عقده كده ونرجع وده بيحصل فعلا فالعمليه بتضخ جراح ان شاء الله والله عمليه جراح اسمها فانتوم بلايكيشن عملنا ايه؟ خدنا حته من السمك الفانتوم ده مش لازم خدنا منه حته يعني ولفيناها حوالين مين؟ اللور اسوفجيال سفنكتر ده بحيث ان احنا نقويه شويه ويمنع الارتجاع شويه انا مالي ايه عمليه كده؟ اللي سالني سؤال اسالني سؤال حاجه بتاعتي اسالني سؤال كده حسين مش موجود النهارده بتاع الاسئله الاولانيه يعني لو واخد بالك فانا قصدي اسال اسال سؤال قال ايه ما انا عارف عشان اعرف بس ارد عليك سيرجيكال انترفيرنس دي الكلمه احنا عايزينها طيب بعد كده في اذر اسوفجيال ديزيز رش ميه مش عايزينها هيبقى سيرني اقراها هيبقى سيرني اقراها ده كلام جراحه يعني ما قلتلكوش الشرطه ده اصلا كله جراحيه كله على فكره انا قلت انا قلت هيبقى سيرني بس مش عليهم مش سؤال يعني لا ما تاكلهاش طبعا دكتوره بص يا دكاتره دكاتره حتى في المحاضرات حد بيشرح الحاجات دي والله ما بتشرحش ده انت متخيل يعني دي حاجات كلها جراحه
اصلا البرانش كله كل التيوبس دي عندكم مصر يعني كتب الجراحة تقريبا اربعة. اكبر كتاب فيهم اسمه جي اي تي. اكبر كتاب في الجراحة اسمه ايه؟ اسمه جي اي تي. جد والله احنا ناخد جي اي تي 30 ورقة. انا ناخد جي اي تي اكتر من 100 ورقة. اكتر من 100 ورقة بتتكلم على جي اي تي تفاصيل مملة جدا. وقت فالك احنا بناخد بس الحاجات اللي ريت فينا فقط.